تراجع الذهب مجددا حيث سجل سعر اقل من 1900 جنيه لعيار 18 وفقد عيار 21 700 جنيه من اعلى سعر، بينما ما زال الدولار يشهد استقرارا في البنوك وهناك انباء ساره تنتظر الجنيه الفتره المقبله. ثم تفاصيل اسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا، هذا ما سنوضحه لحضراتكم من خلال هذه التغطيه. نبدأ بأسعار الدولار محليا والتي شهدت ثباتا في السعر الرسمي لمدة تقترب من 4 أشهر تحديدا بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير. وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 30 جنيه 83 قرش للشراء، 30 جنيه 95 قرش للبيع. كما سجل أيضا سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين وهما البنك المصري والبنك الأهلي المصري 30 جنيه 75 قرش للشراء مقابل 30 جنيه 85 قرش أيضا للبيع. جاء ذلك بعد عقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الرابع لهذا العام يوم الخميس 22/6 لبحث مصير الفائدة وقرارات اللجنة في تثبيت أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.18 على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%. أرجع البنك المركزي المصري أسباب تثبيته لسعر الفايدة على المعاملات المصرفية لاستمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنة بالتوقعات اللي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وقد كان الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في 2 فبراير واللي أسفر عن الإبقاء على سعر الفايدة عند مستوى 16.25% و 17.25%، وكان الاجتماع الثاني يوم 30 مارس وأسفر عن رفع الفايدة 2% لتصل إلى 18.19، والثالث كان يوم 18 مايو وجي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على سعر الفايدة عند مستوى 18.25% و 19.25%. كما أشارت أيضا تقارير دولية إلى أن البنك المركزي المصري لن يتجه لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل سعر الدولار مع انحسار الضغوط الاقتصادية والتوجه نحو مزيد من توفير الدولار، وذلك حسبما توقعت مجموعة سيتي جروب الأمريكية. مما طبعا دعم الجنيه أيضا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية بزيادة 35% عن العام السابق، وذلك حسب تصريحات الفريق أسامة ربيع في بيان رسمي للهيئة، والذي أدى إلى استقرار سعر الدولار في البنوك. كما دعم الجنيه تقدم في برنامج الطروحات الحكومية خلال شهر مايو، وده اللي خفف طبعا حدة الضغوط عليه وأدى إلى استقرار سعر الدولار، وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات السياحة من 14 ل 15 مليار دولار، وده اللي بينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة. كان قد أعلن البنك المركزي في بيان رسمي له سابقا بشرى سارة للمصريين، وهو ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليبلغ في نهاية مايو الماضي 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في إبريل السابق بزيادة بلغت 109 مليون دولار. أما عن أسعار الشهر اللي فاتت العملات الأجنبية والعربية، فسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة اللي هي اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي 33 جنيه 31 قرش للشراء، 33 جنيه 62 قرش للبيع. وانخفض سعر صرف الدينار الكويتي أعلى العملات العربية مقابل الجنيه، حيث سجل 99 جنيه 41 قرش للشراء، 100 جنيه 36 قرش للبيع. استقر أيضا سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي وسجل 8 جنيه 19 قرش للشراء، 8 جنيه 22 قرش أيضا للبيع. وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي البنك الأهلي 8 جنيه 38 قرش للشراء، 8 جنيه 39 قرش أيضا للبيع. وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب. أما عالميا فقد سجل الدولار أمس أعلى مستوى له منذ 3 أسابيع وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، قبل أن يغلق جلسة الأمس منخفضا بنسبة 3%. والآن نذهب ونأتي لأسعار الذهب والتي هبطت مجددا استمرارا لموجة التراجع التي ضربت المعدن الأصفر بعد العيد، حيث سجل مستويات متدنية للغاية منذ ذروته، حيث تراجع الجنيه الذهب من عيار 24 والذي يزن 8 جرامات بقوة، إذ سجل قبل يومين 17700 جنيه، فيما تراجع اليوم ليسجل 17440 كأقل سعر في السوق بفارق 260 جنيه. بينما خسر الجرام عيار 21 حوالي 700 جنيه من رصيده من أعلى مستوى له عند 2900 جنيه ليسجل خلال تعاملات اليوم 2200 جنيه للعيار. كما هبط أيضا سعر الجرام الذهب عيار 18 تحت 1900 جنيه بعدما تخطى 2500 جنيه في ذروة الارتفاع
في ابريل الماضي. طبعا مما ساهم ايضا في تراجع سعر الذهب اللي ساهم في قرار تراجع سعر الذهب قرار الحكومه باعفاء واردات الذهب بحوزه العائدين من الخارج من الرسوم الجمركيه مع خضوعها لضريبه القيمه المضافه بواقع 14% من اجمالي قيمه المشغول الذهبي لمده 6 اشهر، والذي اتاح دخول كميات كبيره من الذهب الى السوق المصريه مما احدث توازن كبير في الاسعار. كما قامت ايضا مصلحه الضرائب بوضع مثال توضيحي للمأموريات الضريبيه ومقرات الضرائب بالمواني والمطارات، وقالت ان قيمه المصنعيه على جرام الذهب بتبلغ 80 جنيه، فلو كان هناك سبيكه او مشغول ذهبي يوزن 200 جرام فان قيمه المصنعيه 80 جنيه لكل جرام، والتي تساوي 16,000 جنيه. بيتم خصم بنسبه القيمه المضافه من اصل قيمه المصنعيه بما يساوي 16,000 جنيه 14%، وبذلك تكون قيمه الضريبه 2240 جنيه على كل المشغولات الذهبيه. أما الآن فسنستعرض لحضراتكم أسعار أعيرة الذهب بدون مصنعية وفقاً لآخر تحديث، وهي كالتالي، مع العلم أنه يتغير على مدار اليوم وفقاً لآلية العرض وأيضاً الطلب. سجل سعر جرام الذهب عيار 24 2514 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 21 2200 جنيه للشراء، وأيضاً سجل سعر الجرام عيار 18 1886 جنيه. بينما سجل سعر الجرام عيار 14 للشراء 1467 جنيه. بلغ ايضا سعر الجنيه مقابل عيار 24 للبيع 17440 جنيه كأقل سعر. اما اسعار المصنعيه فقد قررت الشعبة العاملة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف زيادة قيمة المشغولات الذهبية بنسبة 10% بداية من اول الشهر الحالي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية. وسوف تكون أسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد. وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها في محلات الصاغ من 100 وحتى 150 جنيه، أما عند شراء السبائك فيختلف سعر المصنعية حيث يبدأ من 30 جنيه للسبيكة التي تزيد عن 100 جرام أو أكثر على حسب الشركة المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات. أما عالميا فارتفع الذهب في المعاملات الفورية 4% إلى 1918 دولار الأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 5% إلى 1924 دولار. وصل الذهب أيضا الصعود بعدما أثرت بيانات دون المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكا حول أفاق رفع سعر الفايدة مجددا واستمرار ذلك بعد يوليو المقبل. مشاهدينا إلى هنا تكون انتهت تغطيتنا، نشكركم على حسن المتابعة، وللمزيد من التغطيات والمتابعات زوروا موقع صدى البلد الإخباري. نشكركم مرة أخرى على طيب المتابعة.